نعم. هنعرف النهارده اخبار وبنادينا، وهنستقبل الاول سلا حام. سلا طبعا موجوده معانا علشان كمان تغطي لنا كل الاخبار، اخبار نادينا وكل الاخبار على الساحه الرياضيه، نتعرف معاها على اهم الاخبار النهارده. نرحب بيك يا سلا. ازيك يا سلا؟ كابتن هيثم طبعا وكابتن هاني، برحب بيكم طبعا ومبسوطه ان انا معاكم النهارده. يمكن طبعا كنت موجوده مع الكابتن هاني في الاهلي في المونديال الفتره اللي فاتت، دايما طبعا معاك برده يا كابتن هيثم في جميع التغطيات طبعا خاصه بجميع الالعاب الاخرى. مبسوطه برده ان انا معاكم النهارده في الاهلي في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب وبخير، وبالاخص يعني تحديدا جمهور النادي الاهلي. كل سنه وانت طيبه، مبسوطين انك موجوده معانا، وهتغطي لنا بقى اخبار كتيره النهارده. عندك اخبار كتيره النهارده تخص طبعا النادي الاهلي، والاخبار تخص عامه كل من يهتم بالرياضه. فكل سنه وانت طيبه، بنرحب بيكي معانا. انت طيب يا كابتن هاني، وبالفعل انا معايا اخبار كتيره جدا طبعا متعلقه بالنادي الاهلي واستعداداته لمباراه الهلال السوداني، وبالتاكيد جميع الفرق الرياضيه الاخرى طبعا في فريق كره السله سواء سيدات او رجال، وطبعا يعني كره الطايره واكيد كره اليد، جميع الالعاب النهارده ان شاء الله يعني معانا اخبار كتيره جدا متعلقه بجميع الفرق دي. طبعا خلينا نبتدي النهارده باخبارنا واللي طبعا تخص يعني طبعا الفريق الاول لكره القدم، والنهارده واصل يعني تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه الهلال السوداني، وادى جميع اللاعبي النادي الاهلي جانبا من التدريبات البدنيه بالكره ضمن فقرات المران تحت اشراف مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا مستر كولر يسعى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا في اطار البرنامج التدريبي اللي طبعا حدده بعد انتهاء الراحه السلبيه في اطار استعداد الفريق لمواجهه فريق الهلال السوداني. كده طبعا يعني كانت اخبارنا المتعلقه بفريق النادي الاهلي واستعداداته النهارده على ملعب مختار التتش. كمان يعني معانا الخبر الثاني واللي متعلق بجميع المصابين، ويمكن طبعا يعني حاجه مهمه ان احنا نطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، واولهم طبعا ياسر ابراهيم لاعب الفريق الاول لكره القدم اللي انتظم في التدريبات الجماعيه النهارده اللي اقيمت على ملعب مختار التتش. واكد الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق انه ياسر ابراهيم تعافى من اثار الاصابه الاخيره واللي كانت عباره عن كدمه في الساق، وانتظم في المران الجماعي. واكد الدكتور احمد ابو عبله ان ياسر ابراهيم خضع لفحص طبي امبارح بعد انتهاء البرنامج التاهيلي للتاكد من تعافيه من الاصابه. يمكن طبعا يا كابتن هيثم وكابتن هاني، هي امر مهم جدا من الدكتور احمد ابو عبله ان هو دايما يطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، بالاخص قبل المباراه اللي جايه ان شاء الله، وتعتبر يعني من اهم المباريات بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مشواره اكيد في بطوله دوري ابطال افريقيا. مفيش شك طبعا يا سلا وكابتن ان النادي الاهلي لازم يكون مستعد بشكل كامل لهذه المباراه. كل عائد من الاصابه اكيد هيكون مكسب واضافه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لاننا محتاجين فعلا كل اللعيبه تكون على اعلى مستوى من التركيز، اعلى مستوى من يعني التعافي. وخبر كويس ياسر ابراهيم من اللعيبه المميزه، ولما بيكون يعني بالحاله البدنيه المميزه بيأدي بشكل اكثر من رائع. وكابتن ده مهم جدا. طب كابتن هاني، يمكن سؤال لحضرتك، كنت لاعب كبير، هل الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه لفتره طويله مستر كولر اديها له، مش طويله قوي يعني، كان فرصه يعني ما عندكش مباريات محليه، ما عندكش مباريات قاريه، هل الراحه السلبيه دي بتفرق مع اللعيبه يا كابتن؟ بتفرق جدا جدا، بتفرق بشكل ايجابي كبير جدا. نفسي ولا بدني يا كابتن؟ الاثنين. ساعات حتى واحنا يعني في وسط لما يكون في ضغوطات على مستوى المباريات، على مستوى البطولات الكبيره، واحنا بنلعب حتى المدرب يقول لك انت عندك اجازه وكمان ما تتفرجش على كوره، يعني بتفصل شويه، تفصل خالص علشان حتى تبقى الامور العصبيه بتكون عندك، اعصابك بترجع هاديه تاني، بيكون ال 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 بلغه الكوره كده التنشنه بتخرج منك، ودي مهمه جدا جدا اللاعب يرتاح نفسيا بشكل كبير، وجانب طبعا بدني بشكل كبير جدا بعد المجهود الكبير في الفتره اللي فاتت. كان فعلا النادي الاهلي محتاج هذه الفتره. نعم. الراحه السلبيه أكيد. ان شاء الله هتكون مردودها ايجابي باذن الله في الفترات اللي جايه. يا رب ان شاء الله يا كابتن. ويمكن طبعا على الصعيد ان احنا طبعا بنتكلم على ان احنا نطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، كمان يعني محمود متولي لاعب الفريق انتظم النهارده في التدريبات الجماعيه واللي اقيمت اليوم على ملعب مختار التتش، واكد الدكتور احمد ابو عبله ان متولي انتهى من برنامجه التاهيلي
الجسماني والعلاجي للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية. وأكد كمان الدكتور أحمد أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل. كمان معنا خبر النهاردة وخبر مهم جدا يعني يخص يعني مباراة الأهلي والهلال السوداني واللي تعتبر طبعا في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا في مرحلة دور المجموعات. يمكن أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن تذاكر أو أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني والمحدد ليها إن شاء الله السبت المقبل باستاد القاهرة. وزي ما قلت يمكن ده في ختام مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وجاءت يعني على نحو التالي إنه يعني الأسعار البداية مع 50 جنيها للدرجة الثالثة، 60 جنيها للدرجة الثانية، و200 جنيه للدرجة الأولى، و600 جنيه للمقصورة الأمامية. وكمان يعني ده سوف يتم طرحه لجميع التذاكر عبر السيستم الإلكتروني في منتصف الليلة. وجاء ذلك في ضوء المشاورات العديدة التي أجرت مع الجهات المعنية خلال الأيام الماضية في مقدمتها الأمن وشركة تذكرتي وكمان شركة استادات. وأبدت كل هذه الجهات تعاونا كبيرا مع النادي الأهلي وحرصت على تلبية رغبته في النزول بالأسعار التذاكر في هذه المباراة المهمة إلى أقصى درجة ممكنة. طبعا يا كابتن هيثم ويا كابتن هاني أمر مهم جدا طبعا أن الدولة أو الجهات الأمنية تهتم بمباراة الأهلي والهلال السوداني وأن هم يدوا الفرصة يعني للنادي الأهلي أن جميع جماهيره الوفية تكون موجودة طبعاً في المدرجات في استاد القاهرة بالعدد الكبير ده أو بالكم الكبير ده اللي وصل ل 50,000 مشجع. جميل يا كابتن، يعني الأجمل يعني كمان الساعة الجماهيرية، لا سعر التذاكر الحقيقة طبعاً لازم نشكر عليها مجلس إدارة النادي الأهلي أنه التذاكر في متناول الجمهور النادي الأهلي. الهدف مش المبالغ أو الأموال ولكن الهدف حضور الجماهير. النهارده لما نلاقي الدرجة الثالثة ب 50 جنيه والدرجة الأعلى شوية ب 60 وبعد كده تروح على المقصورة أو المقصورة في متناول أغلب جماهير النادي الأهلي، فأكيد دي رسالة النادي الأهلي عايز جمهوره معاه. طبيعي طبيعي طبعاً، كل الشكر اولا ليه طبعا المسؤولين في الدوله، ما فيش شك ان هو خطوه جيده جدا جدا، واحنا دايما بنقول الكره للجماهير، ما فيش شك. بنشكر وزاره الداخليه وكل القائمين على هذا القرار. اعتقادي الشخصي انه هيكون فارق في الكره المصريه بشكل عام ان شاء الله، كل حتى على مستوى الدوري وعلى مستوى منتخب مصر ان شاء الله نشوف اعداد كثيره جدا. فكل الشكر للمسؤولي الدوله اللي ساهموا في طبعا وجود 50,000 متفرج، عايز اقول من المصريين اكيد كلهم اغلبيه من النادي الاهلي، ولكن كمان اعتقد ان هيكون في فئه كمان أكيد بتحب البلد هتكون موجوده، لان دي زي ما بنتكلم دايما النادي الاهلي بيمثل المصري بشكل اكتر من رائع في المحافل سواء الافريقيه او العالميه. وبالتالي الشكر واصل كمان لمجلس اداره النادي الاهلي اللي هو كمان سعى للحصول على هذه الساعه من استاد القاهره. وكمان موضوع التذاكر زي ما الكابتن هيثم قال، احنا كمان بنسهل على الجماهير طبعا الوصول والتواجد في استاد القاهره، اكيد شيء مميز جدا يا سلا. وان شاء الله باذن الله تكمل وتكون سهره رياضيه رائعه ان شاء الله يوم السبت. وكمان يا كابتن برضو حته مهمه، حضور الجماهير النهارده يا سلا بالعدد ده 50,000 زي ما قال كابتن هاني، قال ان دي ممكن تبقى بدايه، ممكن تبقى بدايه ان احنا نشوف بعد كده الساعه الكامله لاستاد القاهره ان شاء الله. فالكره النهارده في ايد الجماهير، الجماهير النهارده ان شاء الله عايزين تابلو رائع في الحضور، يعني عايزين اغاني النادي الاهلي الجميله في المدرجات، عايزين دي تبقى زي بروتوتايب احنا بنقول كده بدايه تشجع الدنيا كلها ان الجماهير. حضرتك بتقول الكره للجماهير، النهارده الكره في ملعب الجماهير، محتاجين نشوف حاجه جميله، تشجيع مؤازره. ده مش غريب الحقيقه عن جمهور النادي الاهلي، ياما اتحط في مواقف زي دي وكان دايما بيبقى قدوه ومثل. ان شاء الله تبقى مباراه خير على كل مصر سواء النادي الاهلي او حتى جماهير مصر الكبيره اللي بتتابع المباراه دي ان شاء الله. يا رب يا كابتن ياسر يا رب. طبعا خلينا نستكمل اخبارنا النهارده، وفي سياق اخر حرص الدكتور احمد ابو عبله على الاطمئنان على جميع لاعبي النادي الاهلي الدوليين المتواجدين طبعا في صفوف منتخبنا الوطني. واوضح الدكتور احمد ابو عبله انه حرص على الاتصال بطبيب المنتخب للمزيد من الاطمئنان على الحاله الطبيه لجميع لاعبي النادي الاهلي بعد مباراه امس. واشار كمان الدكتور احمد ابو عبله انه جميع اللاعبين بحاله بدنيه طبيه جيده وطبعا بعد المباراه واللي جمعت ما بين منتخبنا الوطني وملاوي. ويؤكد الدكتور احمد ابو عبله انه يعني تم التواصل بشكل مستمر مع كافه عناصر النادي الاهلي الدوليين بمنتخبات للاطمئنان عليهم.
كمان الخبر الثاني معانا النهارده واللي متعلق بفريق الهلال السوداني في تجربته الوديه امام اهلي شندي السوداني، واللي انتهت المباراه بنتيجه 4-2 استعدادا لمباراه الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. ويمكن في المباراه يعني اللي اقيمت في نفس موعد مباراه الاهلي بالقاهره، واحرز لفريق الهلال السوداني عبدول هدفين وعبد الرؤوف هدف ولامين هدف. كمان أكد موقع سبورتاك السوداني أنه علي أبو 20 حارس مرمى الهلال السوداني ومنتخب السودان اشتكى من إصابة عانى منها خلال الفترة الماضية، وأكد الموقع أن أبو 20 سيغيب عن مباراة الأهلي والهلال السوداني أو مباراة يعني السودان والجابون عفوا بالتصفيات الإفريقية، وسيخضع لفحوصات طبية غدا لمعرفة حجم الإصابة. اكيد يا سلا، في عايز اتوقف هنا عند حاجه، يعني طبعا أكيد. الف سلامه لابو 20 حارس مرمى نادي الهلال، ولكن انا توقعي او يعني اللي انا اعرفه من التاريخ انه في المباريات دي بيبقى 11 لاعب امام 11 لاعب مهما كانت الغيابات ومهما كان اسامي الغيابات. طبعا نتمنى السلامه لكل الفرق والنادي الاهلي طبعا على راسهم لكل اللاعبين، ولكن وجود حارس مرمى بديل دي حاجه لا تقلل ابدا من نادي الهلال. مفيش شك طبعا، احنا بنتكلم كمان خلي بالك هذه المباراه مباراه لا تقبل القسمة على اثنين، ان شاء الله باذن الله نفوز بيها بشكل جيد جدا. احنا نازلين 11 راجل مركزين، ايا كان بقى الاسماء، حارس المرمى اتعور ده احتياطي ده اساسي، لا كل الكلام ده مش في حسابات لعيبه النادي الاهلي والاداره، احنا كل حساباتنا ازاي ان شاء الله باذن الله ننزل الملعب 90 دقيقه نموت نفسنا نوصل ان شاء الله لنتيجه جيده واداء جيد بغض النظر عن المنافس. اتمنى السلامه للجميع، ولكن هذه المباريات ما بنبصش مين احتياطي ومين اساسي او ده هيلعب او ده مش هيلعب، احنا بننزل، او انا بتكلم بلغه احنا عشان اكني موجود في الملعب طبعاً. احنا هننزل ان شاء الله باذن الله يعني الروح المعنويه عاليه جدا والاراده والعزيمه بجانب نواحي الفنيه باذن الله التوفيق لفرقتنا. اتفضلي يا سلام. اكيد يا كابتن، زي ما حضرتك قلت هي فعلا مباراه مصيريه ومباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، ويمكن نقدر نقول كمان هي اهم مباراه بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده. نعم صحيح. طبعا خلينا يعني من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني، والمنتخب الاول طبعا منتخب مصر ان شاء الله بكره هيطير عقب الافطار الى ملاوي استعدادا لمباراه العوده مع منتخب ملاوي ضمن الجوله الرابعه من مباريات الدور المجموعات المؤهله لنهائيات بطوله كاس الامم الافريقيه المقبله في كوتيفوار. وطبعا منتخبنا الوطني نجح امبارح ان هو يكسب في مباراه امس بنتيجه 2-0 ورفع رصيده الى 6 نقاط في صداره المجموعه. برضو يعني نقطة برضو سلا، المباريات دايما منتخب مصر أمام ملاوي خارج الديار بتكون مباريات صعبة جدا، صعب على مستوى التاريخ. يمكن احنا عانينا وأنا كنت بلعب عانينا من بعض المشاكل في السفر في أرضية الملعب في الأجواء، تبقى صعبة كده، كان صعبة جدا جدا، يعني زي ما بقول لك يمكن تاريخ فوزنا على ملاوي في ارضهم صعوبة. يعني كان قليل جدا. طب هل التعادل كويس؟ هل لازم لا بدين عن الفوز؟ لا طبعا احنا بنلعب على الفوز، ما فيش شك امكانيات الفنيه فرق كبير جدا، والفوز خلاص هيأهلك بشكل كبير. طبعا بعد التعثر في يمكن الماتشين اللي فاتوا والهزيمه امام اثيوبيا دي اللي عطلتنا شويه، لكن انا دايما بقول مباريات مصر وملاوي خارج الديار تبقى مباريات صعبه، ما اتوقعش سهله ابدا. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. كي بس مش منتخبنا الوطني يا كابتن هاني وكابتن هيثم، يعني عنده مباراه ان شاء الله الفتره القادمه بره يعني ارضه، كمان منتخبنا الاولمبي طبعا يعني كمان بكره هيواجه نظيره منتخب زامبيا الاولمبي في اياب دور الثالث والحاسم من تصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه في المغرب، والمؤهله ان شاء الله كمان لاولمبياد باريس 2024. وكان منتخب مصر الاولمبي نجح يوم الاربعاء اللي فات انه يكسب زامبيا 2-0، وده طبعا يعني بكره كمان المباراه دي هتعتبر مستاهله لانه مستر ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي قال انه الفريق جاهز ومستعد للمباراه، وكمان انه جميع اللاعبون يعني يدركوا جيدا اهميه المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه لانه عشان طبعا يحققوا يعني حلم الفراعنه بوصول الى النهائيات واكيد المشاركه كمان في كاس الامم الافريقيه وبالتاكيد اولمبياد باريس 2024. زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني وكابتن هيثم انه مباراه خارج يعني أرض مصر بتبقى مباراة صعبة شوية، كمان المنتخب الأولمبي عنده مباراة مهمة جدا ومباراة برضه تعتبر مصيرية إن هو أكيد يعني يشارك في البطولة الأفريقية وأكيد الأولمبياد بعد كده أكيد بعد البطولة الأفريقية. يعني من تجربتي يا كابتن هيثم بتبقى المباريات طبعا خارجية، لكن نتيجة 2-0 أعتقد أدت أولوية كبيرة للمنتخب المصري، الفوارق الفنية ظهرت في مباراة زامبيا ولكن الحذر واجب.
لكن الأهم من كده ما هو قادم الحقيقة، ما هو قادم هو التصفيات أو تصفيات أفريقيا المؤهلة لطبعا أولمبياد باريس 24 اللي هتقام في المغرب. البطولة دي لازم المنتخب يتعد ليها بشكل جيد جدا، إن شاء الله تكون فيها الخير، لأن إحنا كمان كنا متواجدين وكان معايا الفريق في 2012، وكانت هذه التصفيات أيضا كانت في المغرب، والحقيقة المغرب عندها طفرة رياضية كبيرة جدا جدا. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله زي ما حققنا وكابتن شوقي حقق إن هو يوصل للأولمبياد، نوصل إن شاء الله، وكمان الأمل كمان إن إحنا نحقق كمان مركز افضل من المركز الثامن ونوصل ان شاء الله للمربع الذهبي. هنا يمكن الكره المصريه سواء المنتخب الكبير او الاولمبيا كابتن في يعني في مفترق طرق الحقيقه في الدفاع عن سمعه الكره المصريه. صحيح. النهارده بنتكلم في تصفيات في يعني منتخب كبير عنده طبعا رحله قويه، والدفاع انه يرجع بطوله افريقيا، خاصه احنا كنا يعني كنا قاب قوسين اودنا ان احنا ناخد البطوله، ولكن برضو نفس الكلام بالنسبه للمنتخب الاولمبي، لازم يبقى في دافع عند اللاعبين وهو الدفاع عن سمعه الكره المصريه، لان خلاص هو المنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي هم زي ما بيقولوا قمه الهرم في كره القدم في مصر. صحيح. اتفضلي يا سالي كملي الاخبار. طبعا بقى خلينا ننتقل من كرة القدم ومنتخبنا الوطني والمنتخب الأولمبي لجميع الألعاب الأخرى، والفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني والأسباني مستر إيجاسي إيبوش اللي هيلعب النهارده أو بيلعبوا دلوقتي طبعا مع فريق المصرية للاتصالات، واللي بيدربه الكابتن محمد سليم في الجولة الأولى من سلسلة البلاي أوفز أو ذا بيست أوف فايف اللي طبعا بتلعب بنظام ذا بيست أوف فايف، والماتش يعني أكيد بتلعب دلوقتي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي، وبكره كمان هيكون في ماتش تاني ودي هتكون تاني مباراه في سلسله الباست اوف 5، وبرده هتلعب على الصاله بتاعتنا صاله الامير عبد الله الفيصل باذن الله. كمان الفريق يعني قد او كان يعني صعد للدور الثمانيه بعد ما احتل يعني الترتيب العام في البطوله، ويمكن احتل المركز الثاني في جميع ترتيب الثمان فرق، وكمان النادي المصري للاتصالات يعني كان في المركز السابع، وبما ان طبعا النادي الاهلي في المركز الثاني بيواجه الفريق في المركز السابع طبعا في ترتيب جميع الفرق، وتاني تالت او رابع ماتش ان شاء الله هيتلعبوا على صاله المركز الاولمبي في المعادي، ودي الصاله الخاصه بفريق المصريه للاتصالات يوم الاربعاء ويوم الخميس الجايين باذن الله. يمكن طبعا يا كابتن يمكن اسالها يعني الفتره الثالثه انتهت من شويه في مباراه المباراه الاولى الثانيه للاسف ما بين المصريه للاتصالات او الاهلي ومصريه للاتصالات عشان ملعبنا احنا، والنتيجه 58-39 فرق حوالي 19 نقطة للنادي الأهلي، بتهيألي فرق مريح جدا جدا، ولكن في بعض الأمور الفنية طبعا يعني اسمح لي كابتن هاني لازم بقولها برضو عن فريق كرة السلة. يمكن الجماهير يمكن بتتساءل غياب وولتر هوج صانع ألعاب الفريق وطبعا استبداله بتومسون اللاعب الموجود السنة اللي فاتت، يعني خلينا نتكلم في حتة فنية كابتن هاني بعد إذن حضرتك. يمكن الجماهير قلقانة شوية، الموضوع الأول القرار في الأول والآخر هو المستر أجوستي بوش، هو يدري تماما الفرقة عايزة إيه. خلينا نتكلم على المستوى الفني، وولتر هوج كان بيحط سكور في المباريات وكان عنده حلول، ولكن انا مش قلقان على الفرقه هجوميا، الفرقه الحقيقه عندنا ماكينات تهديف يا كابتن، عندنا ايهاب امين، عندنا عمرو الجندي، عمرو الجندي يعني حاطط حاجه و40 نقطه يمكن في مباراه كاميرون الاخيره اللي كانت في كاس العالم، يعني راجل هداف بطبعه، عندك ايهاب امين، عمر طارق، عندك عمرو زهران، عندك حلولك الهجوميه كثيره، ولكن اللي يقلقني دايما هو الدفاع، الدفاع في الالعاب الجماعيه هو المهم. تومسون يمكن بيميزه الناحيه الدفاعيه اكتر من وولتر كتير، ولكن يمكن محتاج وقته ومحتاج يخش مع الفرقه اكتر. انا الحقيقه مش قلقان طالما في هيد كوتش احنا بنثق فيه وعارف هو فرقته محتاجه ايه. النهارده اهو بنلعب يعني يمكن بدون محترف وبنكسب 19 بونت يا كابتن مع مصر. مهم طبعا، مهم جدا اللي بتتكلم فيه، لان زي ما بتقول على مستوى كل الالعاب وخاصه الالعاب الجماعيه الموضوع ما بيوقفش على لعيبه واتنين، يعني عندك منظومه بتشتغل بمنظومه وبتشتغل بسيستم معين، بتمشي على السيستم ده ايا كان الغيابات، بعض الغيابات بتكون مؤثره، ولكن خلاص طالما العجله دايره وفي فوز فالدنيا بتكمل على خير. كل التوفيق لفرقه كمان فريق النادي الاهلي لكره السله ان شاء الله، والمباراه بكره اكيد بالمناسبه سلام اتذاعه على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي إن شاء الله. عايزين برضو يعني نعرف الساده المشاهدين باذن الله تابعوا المباراه الثانيه، المباراه الثانيه في بيستو 5 الاهلي ومصريه الاتصالات، وهكون على صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون في تمام الساعه 8 ان شاء الله، تتابعوها وتشوفوها على شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن هيثم، زي ما حضرتك قلت يعني فرق طبعا كبير جدا في النقاط ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، ويعني خليني اقول لحضرتك عدم وجود يعني محترف زي والتر هادج مع صفوف فريق النادي الاهلي، يعني احنا السنه اللي فاتت كان في تومسون معانا وكسبنا بالخمس بطولات وبكل البطولات، كسبنا بطولات والتر مجهود اكيد طبعا صح. بس يعني السنه اللي فاتت ما كانش في والتر هادج ولكن كسبنا جميع البطولات، فالاهلي بمن حضر يعني جميع اللاعبين قادرون يعني ان شاء الله على ان هم يتخطوا جميع المباريات الفتره الجايه. الملاحظه الحلوه دي يا سلام،
ايه؟ احييك على الملاحظه الحلوه دي. فعلا هو انت بتقولي وولتر كان معانا، تومسون كان معانا السنه اللي فاتت وخدنا 5 بطولات، وولتر كان معانا ولم نوفق في بعض المباريات، مش دليل، هو المهم السيستم التيم ورك ورب درة النفع. اكيد يا كابتن. كمان يعني مش بس فريق الاول لكره السله رجال بيلعبوا دلوقتي، كمان فريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي بقياده الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق، وبيلعب دلوقتي مع نادي سموحه، واللي بيدربه الكابتن عماد الدين محمود في الجوله ال 13 والقبل الاخيره من دور المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله سيدات. والموسم اللي احنا فيه ده طبعا الماتش بدا يعني من حوالي ساعه على صاله الشهداء، وهي الصاله الصغيره بمقر النادي الاهلي بالجزيره. فرقتنا داخله الماتش ده وهي في صداره الترتيب العام برصيد 22 نقطه بفارق نقطه عن نادي سبورتنج واللي بيجي في المركز الثاني. فرقتنا كمان هتلعب الماتش او اخر ماتش في المرحله الدور الترتيبي هيكون يوم الثلاث الجاي مع سبورتنج في الاسكندريه على صاله نادي سبورتنج. قبل ما نروح للدور الثمانيه هيتلعب بنظام البلاي اوفز او طبعا البيست اوف 5، واكيد يعني فرقتنا كمان محققه 3 ألقاب لحد دلوقتي، وهم بطولة منطقة القاهرة وبطولة دوري المرتبط وأكيد كأس السوبر لكرة السلة سيدات. كمان يوم الاثنين اللي جاي الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن محمد مصلحي هيلعب مع نادي سموحة واللي بيدربه الكابتن طارق. ده هيكون في أول ماتش من الماتشات اللي قبل النهائي في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطايرة. الماتش هيتلعب يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 بالليل على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، والماتش هيكون يعني المفروض بيتلعب النهارده، لكن لجنه المسابقات يعني برئاسه الاستاذ عصام النوار يعني قرر تاجيل المباراه لليوم الاثنين. وكمان الماتش هيكون على نفس الصاله وبنفس التوقيت يوم الثلاث. في حاله فوزنا بالماتشين باذن الله هنصعد للنهائي على طول من بطوله الدوري، ولكن لا قدر الله يعني لو ما كسبناش يعني الماتشين على طول او خسرنا الماتش الثاني هنلعب ماتش فاصل يوم الثلاث اللي جاي على نفس الصاله، صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه 6 أكتوبر. فرقتنا كمان يعني صعدت للدور ده بعد ما فازوا على نادي الطيران بنتيجه يعني شوطين او عفوا مباريتين من اصل 3 مباريات، اما نادي سموحه فكان صعد على حساب يعني فريق سبورتنج. كمان فريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي طبعا الفريق اللي طايره وتحت قياده الكابتن حمدي الصافي، يعني ان شاء الله هيلعبوا مع نادي سبورتنج يوم الثلاث اللي جاي في الجوله الاولى من ماتشات قبل النهائي او النصف النهائي سيمي فاينل من بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره. كمان الماتش هيتلعب يوم الثلاث اللي جاي الساعه 10 بالليل على صاله نادي الاتحاد السكندري في الاسكندريه، ويمكن تاني ماتش هيكون على نفس الصاله ايضا يوم الاربعاء الساعه 9:30. وفي حاله فوزنا طبعا بالماتشين من اصل 3 مباريات هنصعد للنهائي على طول في بطولة الدوري، ولكن لا قدر الله لو ما كسبناش طبعا نفس الحكاية مع فريق الطايرة رجال، لو ما كسبناش أول أو تاني ماتش وكسبنا أول ماتش هنلعب مباراة فاصلة يوم الجمعة اللي جاية على نفس الصالة في مدينة الإسكندرية. وفرقتنا صعدت للدور ده بعد ما فازوا على نادي الزهور بنتيجة 2-0، ولكن نادي سبورتنج صعد على حساب نادي الصيد بعد يعني ماتش قوي جدا حصل ما بينهم طبعا في الفترة الماضية. دي طبعا يا كابتن هيثم ويا كابتن هاني كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي سواء فريق الاول لكره القدم واستعداداته طبعا لمباراه الهلال السوداني ومنتخبنا الاول والمنتخب الاولمبي واكيد جميع الفرق الرياضيه الاخرى. يعني بشكركم جدا طبعا انا كنت معاكم النهارده، وكمان مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده في 3 أيام شهر رمضان. الحقيقه غطيتي كل حاجه، يعني غطيتي كل الاخبار على مستوى الكوره، كره القدم، الطايره، السله، الحقيقه يعني متعلقه دايما يا سلا، وبنقول لك كل سنه وانت طيبه، وكنا اكيد والساده المشاهدين كنا مبسوطين بوجودك معانا النهارده. شكرا يا سلا وكل سنه وانت طيبه، وغطيتي كل حاجه، ويا رب دايما متالقه كده، ودايما النادي الاهلي من امام لامام ان شاء الله. ميرسي يا كابتن، ان شاء الله. ميرسي.